منظمه التموين الحاليه يعني حلوه وشغاله وجميله يعني، موفره السلع وبتاع الكلام ده كله. مش مكفي يعني، اللي عنده اسره ما بيكفوش. هو منظومه العيش حلوه، انا عجباني يعني. انا عامل لنفسي بطاقه فرد واحد ومش عارفه ادخل ولادي ولا عارفه ادخل مراتي، هي بطاقه فرد واحد بقالي يجي سنه ومش عارفه ادخل ولا مراتي ولا ولادي. بالنسبه لمشاكل التمويل، بالنسبه انا مثلا عندي بنتي مثلا صغيرة 4 سنين ما انضفتش، نروح كل يوم على التموين يقول لك طب تابع في البريد، نروح للبريد يقول لك لا ده روح المكتب البريد نفسه، لا احنا مش عارفين لا مكتب البريد ولا نروح التموين، هو اصلا الموضوع كله ما يستاهلش. والولاد يقول لك كمان اعانه 14 جنيه لكل فرد عشان رمضان بينقصهم، يلغي خالص التموين ده خالص، يلغي خالص وبلاش. التموين فيه سلع رديئه جدا زي الرز مثلا، رز مستورد وده مش كويس مش حلو، وفي نفس الوقت غالب بنفس السعر بتاع الرز اللي هو الممتاز. بالنسبه لبطاقات التموين لما بتوقف، وخاصه عندنا في الصعيد بتاخد بال3 شهور، 3 شهور لا بنعرف نصرف سلع ولا بنصرف عيش ولا بنصرف نقاط ولا اي حاجه. ما طلعتش، ما عرفتش يا حبيبي، ومش قادر الف. الواحد بطاقه تضيع ولا اي حاجه بيقعدوا بال3 شهور 4 شهور عقبال ما بتظهر، تلاقيه مشكله يعني في نية البطاقه تطلع يعني. انا مقدم على البطاقه بدل تالف بقالها بتاع شهرين دلوقتي، وكل ما اجي اقول لمكتب التموين البطاقه طلعت يقولوا لي لسه، وبيعاملوا لي معامله سيئه. والله انا لحد الان ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، انا الله اعلم بغيري، بس انا باجي بصرف معادي وكل حاجه يعني الحمد لله متوفره معايا. بطاقه التموين انا اول مره اطلعها من 1/2015، قدمت الورق والبلوغ وكل حاجه سليمه. جيت بعد كده كل شهر يقول لك تعالى الشهر الجاي الشهر الجاي، لغايه النهارده متسجله بس على الكمبيوتر، بيقول لي اسمك اتسجل على الكمبيوتر وادي الرقم اهو، من سنه 7/11/2016.